السلام عليكم عزيزي المشاهد، حياك الله في مقطع جديد من لعبة داينغ لايت. اليوم جيتكم بنصايح مهمة أو أخطاء لازم أنك تتجنبها في هذه اللعبة. طبعا لا تنسى نقول بسم الله أول نصيحة. في لعبة داينغ لايت 2 عندك التورات حق الماي والكهرباء. مثل ما تعرفون أن اللعبة تخيرك يا أما تعطي هذا الموقع سواء كان الكهرباء أو الماي، تعطيها إلى الناجين أو تعطيها إلى قوات حفظ السلام اللي هم البيس كيبر بالإنجليزي. طبعا كل واحد منهم إذا أعطيته سواء كان السيرفايفل أو الناجين راح يعطونك ميزات، وإذا أعطيتها إلى البيس كيبر برضو لهم ميزات، وكل واحد لهم ميزات مختلفة يتميز فيها عن الآخر. فمهم جدا أنك تكون عارف وش تسوي من البداية. هذا يوفر لك 7 ميزات وهذا يوفر لك 7 ميزات، وأنت عندك 7 تورات تفتحها، مجموع الكهرباء والماي هم 7، وراح أحط لكم المكان في الصورة. فالغلطة هنا او الخطا انك تعطي مثلا 6 الى سيرفايفل وتعطي 1 الى البيس كيبر، كذا انت ما راح تستفيد من الماكس لان كل هذا مترابطين. ضروري جدا انك تركز من البدايه، يا انك تعطي الناجين 7 تورات ولا اعطي هذا 7 تورات، لا تجي تفرقع بينهم. اذا سالتني عن رايي الشخصي، افضل او من خلال بحثي عن الموضوع والمكافآت اللي شفتها افضل البيس كيبر. راح احط لكم برضه ايش الميزات اللي تحصلها من هذا وايش الميزات اللي تحصلها من هذا. فانا شفت البيس كيبر او قوات حفظ السلام هم افضل بكثير من ناحيه الميزات، مثل الكريسبو وتوفيرهم للعده اللي تساعدك على قتل الزومبي حوالين الماب. النصيحه الثانيه برضه بشكل سريع، نفس الشيء متعلقه بموضوع الماي والكهرباء. ما ادري وش سالفتي على موضوع الماي والكهرباء اليوم. المهم، طبعا عشان تعطي الناجين او البيس كيبر الأماكن هذه اللي هو حق الماء والكهرباء، لازم أنك تنظف المكان من الزومبي في البداية. ولكن انتبه ثم انتبه ثم انتبه، انك بعد ما تنظف المكان من الزومبي تروح على طول تفعل هذه المحطة وتختار مثلا تعطيها الناجين او البيس كيبر. قبل لا تسوي هذا الشيء، اول ما تخلص قتل الزومبي كلهم لازم انك تروت المكان، لان الغلطة هنا اذا رحت وفعلت المحطة وعطيت الواحد من الناجين او البيس كيبر، كذا انت فقدت اللوت كله اللي موجود او المتخبي في هذا المكان. اللي يضحك في هذا الموضوع ان اذا كنت تلعب اللعبة على المستوى صعوبة الهارد، راح يجيك تنبيه ويقول لك انتبه ترى اذا فعلت بيروح اللوت كامل، لازم انك تلوت المكان كامل قبل لا تفعل او تعطيهم النقطة. ولكن اذا كنت تلعب على النورمال ولا الايزي، يقول براي خلاص يدبر نفسه، لان الصعوبة مش مرة، يروح يدبر اللوت من مكان ثاني، راحت عليك. فيا انك شفت مقطعي وحطيت لي لايك واشتركت، ولا عليك العوض. النصيحة الثالثة وباختصار برضه، هنا جيت موضوع الهيلث والستامينا. طبعا مثل ما تعرفون موضوع الستامينا مهم جدا جدا، وهذا اكثر شيء كان ينرفزني في بداية اللعبة، لاني ما كنت اقدر اخلص شيء معين او اتسلق مكان معين مثل الطاحونة وغيرها يوم تفعلها. اتوقع الكثير منكم عانى من هذا الشيء. فدائما يوم يجيك التطوير، يعني اذا لسه ما وصلت انت الماكس، اذا يجيك التطوير مرات ممكن انك تحتار تقول بطور الهيلث هالمرة، بعدين بطور الستامينا، بطور هذا، متى اطور هذا، متى اوقف هنا. فانا نصيحتي انك توصل اول شيء ليفل 7 في الستامينا، لانه مثل ما يقولون السويت سبوت. ايش رايكم بالكلمه؟ متعب عليها. السويت سبوت تبع الترقيه، يعني مجرد ما توصل ليفل 7 تكون انت قادر على انهاء المشنات او تسلق الاكبر طاحونه في اللعبه. يعني المهم تكون وافيه وكافيه انك تنجز جميع المهام في اللعبه. ومن هناك من مجرد ما توصل ليفل 7 خلاص وقف وابدا طور في الهيلث، لانه الاعداء يكونون مرة قوية في هذه المرحلة. بما انك وصلت ليفل 7 في الاستامينا وتشوف انك تعاني او تموت بسرعة، فهناك انصحك انك تحول على طول في الهيلث. طبعا المسألة كلها اختيار شخصي، ولكن حبيت اقدم لكم نصيحة لعل يعني احد يستفيد منها او محتار بين التطويرات متى يطور هذا وكذا. النصيحة الاخيرة، المشروم يا عزيزي اكيد شايفه بكثرة حوالين الماب، وهي بداية القصة يجبرك انك تستخدم المشروب او تاكله. هذا طبعا وش يسوي؟ يوم تدخل في الظلام تستخدمه عشان تمدد الوقت اللي تكون فيه في الظلام، اللي هو عشان يجدد مناعتك وتقدر تستمر في الظلام لفترة أطول. بعض الأحيان تكون في أماكن تبى تلوتها، تبى تطور في هذا المكان، ولكن يحشرك موضوع المناعة. فنصيحتي أنك ما تستخدم المشروم قدر الإمكان، وهذه كانت أكثر الأخطاء اللي يطيح فيها في بداية اللعبة، لأنه ما يجدد إلا تقريبا 30 ثانية. ولكن إذا استخدمت هذه الوصفة وصنعت البخاخ، راح يجدد معك المناعة بشكل كامل، حتى لو كان باقي فيه ثانية واحدة راح يجدده بالكامل، مش بس يعطيك 30 ثانية. أنا قبل شوي قلت النصيحة الأخيرة، لا باقي نصيحة واحدة. ونصيحتنا الأخيرة إنك ما تخلص القصة الرئيسية بسرعة، حاول إنك توقف عند يعني ليفل معين وتروح تستكشف في المهمات الجانبية، لأنها تختفي إذا خلصت أو ركزت على القصة الرئيسية وسحبت على المشنات الجانبية تقول بعدين بخلصها. لا، في مشنات كثير راح تختفي عليك للأسف، مثل هذا اللي موجود على السطح.
وبس يا شباب، اتمنى ان في احد استفاد من النصايح. نشوفكم ان شاء الله على خير، لا تنسون اللايك والاشتراك، اضغطوا لكم لفه في القناه لعل تجدون اللي يناسبكم، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقطع جاي. السلام عليكم. طبعا الصوت شويه اليوم شكلها كورونا، الله الله لا يقول.